أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السلام بالوراء بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن في هذه الرحاب الطاهرة وفي أول يوم من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي في مسجد السلام، ومن حسن الطالع أن يأتي هذا اليوم أول يوم في هذا الأسبوع الدعوي مع أول ليلة لشهر رجب المحرم. فقد أعلن منذ قليل أن غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى هو أول شهر رجب المحرم، وهذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة هي أول ليلة في شهر رجب. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير، هكذا كان يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال. أيها الأحبة، هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ونحن في اليوم الأول ضمن هذا الأسبوع الثقافي. في البداية نقدم تحية إجلال وتقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى جميع العاملين والقائمين على هذا العمل الدعوي الثقافي الذي يجوب مساجد مصر العامرة لينشر الفكر المستنير، الفكر الوسطي، لينشر سماحة الدين الإسلامي، لينشر الوعي، لينشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وكل ذلك يأخذ بأيدي مجتمعنا الحبيب نحو الازدهار ونحو النمو ونحو السلام والوئام والترابط والتماسك والاصطفاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العاملين والقائمين على هذا العمل خير الجزاء. أيها الأحبة، معنا قارئا اليوم فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي،
ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. أما من السادة العلماء فمعنا اليوم عالمان جليلان من علماء وأعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي وكيل مديرية أوقاف الجيزة. لقاؤنا اليوم يدور حول موضوع هام وهو الحياء، وسوف نستمع إن شاء الله من علمائنا الأجلاء إلى ما يروي ظمأنا في هذا الموضوع، خاصة ونحن قد استقبلنا الشهر الحرام شهر رجب، وهذه هي أول ليلة في هذا الشهر. فعلى المسلم أن يستحي من الله، خاصة في هذا الشهر الحرام. والمولى سبحانه وتعالى أوصانا بأن لا نظلم أنفسنا في هذه الأشهر الحرم، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. يا رب يا رب اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، واجعله بركة ونماء وسلاما ووئاما على بلادنا الحبيبة مصر وسائر بلاد المسلمين، بل وسائر بلاد العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. يحضر معنا فضيلة الشيخ محمد حسين قاسم، مدير شؤون الإدارات بأوقاف الجيزة. يحضر معنا فضيلة الدكتور أحمد أبو طالب، مسؤول الثقافة والإرشاد بأوقاف الجيزة. فضيلة الدكتور خلف عبد القادر، مدير إدارة أوقاف الوراق بالجيزة. فضيلة الشيخ محمود محمد حسن، إمام وخطيب مسجد السلام بالوراق، الذي ننقل لحضراتكم من رحابه هذا اللقاء الدعوي الثقافي. أرى المسجد وقد امتلأ عن آخره برواده الكرام الذين جاءوا ليستمعوا إلى كتاب الله عز وجل وهو يتلى، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء الأفاضل، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات جميع القائمين والعاملين والذين دعوا إلى هذا اللقاء الطيب المبارك. أيها الأحبة، دائما ما نبدأ اللقاء بأطيب الذكر وبأحلى الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh.
يا إن
كما قلت يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وجمع غفير من رواد هذا المسجد المبارك الذي امتلأ عن آخره برواده الكرام. يحضر معنا هذا اللقاء سعادة النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق بمحافظة الجيزة. معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يدور موضوعه حول الحياة معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية متحدثا. أما الآن فنستمع إلى أولى كلمات هذا اللقاء الطيب المبارك من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الخالق عطيف وكيل مديرية أوقاف الجيزة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة عيوننا وبهجة أرواحنا وضياء أبصارنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربي إنني عبد تكاثرت الهموم ببابه ورصيده صفر من طاعة ربه إن قيس بالأخيار من أحبابه، لكن حبي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحسن الآلات جمع حسابه. فاغفر لنا اللهم كل خطيئة وارحم كثير الذنب بعد إيابه. شفع بنا الله الحبيب محمدا بحر الحياة بخيره وعجابه. ثم أما بعد أيها الأحباب، أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أولا يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مديرية أوقاف الجيزة وأهالي مدينة ومركز الوراق الذين نحن اليوم في ضيافتهم أن أتقدم بخالص الشكر ومزيد الترحيب بسيدنا وأستاذنا العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي الذي نعتبره نجم النجوم وإنما ميجا ستار الدعاء في القطر المصري بل وفي الأقطار العربية والإسلامية. فأهلا وسهلا ومرحبا، نزلت سهلا وحللت أهلا سيدنا. وإنه من قلة الأدب أو من قلة الحياء أن أتحدث بين يدي مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا، لكن كرمهم يطمعنا في ذلك. الحياء موضوع من الصعوبة بمكان، وصعوبته تكمن في شدة يسره. يقول لك من السهل الممتنع، لأن كل الناس عارفة إن الحياء من الدين. طيب أنا أبص الحديث التي رواها سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحياء، فقال: الحياء زينة، الحياء خير كله، الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. هذه نصوص وهذه حديث عن سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحفظها، لكن دعونا نقول إن أعظم الحياء هو الحياء من الله. الحياء ممن؟ من الله. استحي من الله حق الحياء، وعلشان تستحي من الله حق الحياء لازم تعرف من أنت وأين تعيش وما دورك في هذه الحياة وما قيمتك في هذا الكون.
يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، لما أنت كإنسان بتعيش في كوكب الأرض، وكوكب الأرض ده من كواكب المجموعة الشمسية، الشمس نجم من النجوم التي تسبح في الفضاء، تعدل أكثر من 100 مرة حجم الأرض، وهذه الشمس العملاقة هي نجم متوسط بين النجوم، ومن النجوم نجوم تزيد على الشمس في الحجم 1,000,000,000 مرة، وكل هذا في درب التبانة المجموعة التي نعيش في خلالها في هذا الكون الفسيح، ومثل درب التبانة 100 بل 1,000,000,000 بل 1,000,000,000,000 من الدروب في هذا الفضاء الواسع. تخيل هذا كله يمثل 4.5% من الكون، أما أكثر من 95% لا يعلم أحد عنها شيئا. تخيل أن الخالق جل في علاه وقد خصك بمزيد من الإكرام، فقال ولقد كرمنا بني آدم. تخيل أن تدعوه، فلا بد وأن تدعوه وأنت في غاية اليقين بالإجابة. لما الذي خلق هذا الكون بسمائه بكونه بأراضيه بشمسه بنجومه بدروبه بكل شيء فيه بذراته، أو يعجز عن تلبية طلب منك؟ فاستحي من الله حق الحياة إذا دعوته، واعلم أنك مجاب إن شاء الله. تخيل عندما تتحدث عن هذا الكون الفسيح وتنظر إلى عقل الإنسان، نظر شيء بسيط في مخ الإنسان، وهو يتكون من 100,000,000,000 خلية عصبية. لو تعطلت خلية واحدة من 100,000,000,000 لتعطل جزء من الجسد. تخيل أنت تعيش هكذا. إذن فأن تستحي من الله حق الحياة لابد وأن تدرك قيمتك عند الله، ولابد وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل حال من أحوالك. ومن هنا كان الإنسان من علامات إيمانه عند الموت أن يموت المؤمن بعرق الجبين. يموت المؤمن بإيه؟ بعرق الجبين. ليه بيعرق المؤمن حال موته؟ قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: إن المؤمن يعرق حال موته لما يعاين من ملائكة الرحمة، ويستحضر ذنوبه كلها ماثلة أمام عينيه، وهذا وقت الرجاء والأمل في رحمة الله، فيعرق حياء من الله جل في علاه. أنا عملت كل ده، كنت تتنزل علي بملائكة الرحمة وأتفوض علي من الرجاءات والرحمات والبركات والنفحات والمغفرة، تستقبلني هذا الاستقبال الحافل من حين ذلك يعرف المؤمن حياء من الله. وقالوا من السنة أن يسجد الإنسان عندما يسمع أو يأتيه شيء يفرحه أو يدخل على قلبه السرور، وما يسمى بسجود الشكر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتاه ما يسر ما يسره أو يفرحه سجد شكرا لله. لما السجود؟ قالوا لأن المؤمن يعاين ما يعاين من تضييع شكر النعم ومن عظمة إكرام الله عز وجل له ومن توالي النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك يكرمه الله ويتحفه وينعم عليه بالإنعام نعمة تلو نعمة تلو نعمة حتى يغرق في إنعام الله. فإذا جاءه ما يسره سجد
قالوا حياء من الله جل في علاه بأن السجود هو غاية التذلل والتواضع، وقالوا مصداق ذلك في عادات الناس، عندما تلتقي بأحد فيكرمك ويعطيك ويمنحك ويتفضل عليك، كلما قابلته أفاض عليك منه، فعندما تقابله فإنك تقابله بحياء فتغض الطرف من كثرة إنعامه عليك وقلة مكافأتك. إذن فهذا من الحياء. الحياء من الله جل في علاه هو رأس مكارم الأخلاق كما قالت ستون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها. وتطبيقات الحياء في حياتنا متكاثرة تشتمل الحياة كلها، وسمعنا من قارئنا ولا أستطيع أن أفوت هذه اللمحة من قراءته الطيبة الجميلة عندما قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم بدأ بقوله: على استحياء قالت. الله الله، تخيل هذا الحياء العظيم، مشت على استحياء وتحدثت باستحياء، لم يذكر القرآن صفة لباسها، صفة مشيها، صفة كلامها، إنما ذكر خلقا عظيما من أخلاقها وهو الحياء، لأن الحياء سنة المرسلين. حتى قالوا عن سيدنا داود عليه السلام: لو كان يستحي أن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله جل في علاه. الحديث ذو شجون، ولكن لا ينبغي لنا أن نتحدث بكثير الكلام في حضرة أستاذنا وشيخنا، وأعتذر عن الإطالة، كنت أن أطلت في كلامي، لكن مقامي منه مقام التلميذ من الأستاذ، نتعلم منه وكلنا آذان منصتة ومستمعة، نود أن نتعلم ونستفيد من شيخنا ومن وجوده بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالسداد والقبول، وأن ينفع بنا وأن ينفعنا بعلمائنا ومشايخنا وبهذه المجالس التي هي مجالس السعادة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والنفع التام في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أيها الأحبة مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والتي حدثنا فيها عن حق الحياء، وركز على الحياء من الله سبحانه وتعالى، وأخذ يضرب الأمثال من السنة النبوية الشريفة ومن الأثر، وتوقف عند لمحة قرآنية مباركة، وكما ذكرنا في التعقيب على التلاوة المباركة بشهادة أعداء القرآن للقرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. اللمحة كانت: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. استمتعنا بتلك اللمحة من فضيلة الدكتور، وكل لفظ في القرآن الكريم سيظل إلى يوم القيامة يحتاج إلى تفسير وإلى تفكر وإلى إمعان. انظر، تمشي على استحياء، لم يقل المولى سبحانه وتعالى تمشي في استحياء، إنما على، كأن الأرض أصبحت كلها حياء من شدة حياء تلك المرأة.
تمشي على استحياء، على من شدة حياء تلك الفتاة أصبحت الأرض كلها حياء. ما أعظمك يا رب. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم في رحاب هذا المسجد العامر، رحاب مسجد السلام بالوراق بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي. وهذا هو اليوم الأول في هذا الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نستمع الآن إلى فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يحدثنا أيضا عن الحياة، فليتفضل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسما، والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، والذي قسم بيننا الرزق والقوت. فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القائل عن نفسه، المتحدث عن ذاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربي حتى أتاه اليقين، القائل له ربه وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وكعهدنا دائما في تربية القرآن وتربية الحبيب لنا صلى الله عليه وسلم، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. إننا لا نستطيع أن نبدأ تلك الكليمة إلا بأن نتوجه بالشكر لله أولا، ثم لمن أجر الله تلك النعمة على يديه. فالشكر موصول للسيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور مختار جمعة، الذي أعاد لتلك المساجد تلك الصحوة الطيبة المباركة التي جمعت القلوب والأفئدة، وتحلق الناس فيها في حلق العلم حول كتاب الله وحول سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خيرا لقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شيء عظيم هذا الاستخلاف، أن يستخلفك الله عز وجل على أمانة، فتكون تلك الأمانة عونا لك على طاعة الله ووصالا لك على مرضاته. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، اللهم آمين. أما عن الكلمة التي أتحدث فيها، فأنا في موقف صعب، فرحم الله المتقدمين ما تركوا للمتأخرين مقالة. فضيلة العلامة الجليل دكتور عبد الخالق عطيف، الله يفتح عليه وتقبل منه ويجزي كل خير بما قدمني وأثنى علي إطراء بما لست أهلا له، إلا أنه آثرني على نفسه واختصر من كلمته إرضاء لله ثم لي. فهذا الكلام يدل على
طيب عنصره، فالعلم رحم بين أهله. وأيضا معالي النائب أسامة الأشموني أكرمه الله، الذي أكرمني بجواره وأكرمني بهذه الدعوة المباركة وبحضوره فيها، فالشكر موصول لسيادته وجزاكم الله خير الجزاء. أما عن الموضوع الذي نتحدث فيه، فأنا سأستهل هذا الحوار أو الحديث بسؤال، وهذا السؤال قد يكون سؤالا عجيبا أو سؤالا جديدا على البعض، وهو: ما هو عدد النبيين؟ وما هو عدد الرسل؟ وما هو عدد المرسلين؟ معلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالبعثة الأولى للنبي تكون بوصفه نبيا موحى إليه من الله، ثم قد يكرمه الله فيحوله من نبي إلى رسول إذا كلفه بأن ينقل ما قاله له إلى الناس، فهذا اسمه رسول. فكل رسول لابد أن يمر مرحلة النبي النبوة، إنما ليس كل نبي من الضرورة أن يكون رسولا عظيم. عدد الرسل قد إيه؟ 25 رسولا، 25 رسولا، 25 نبي رسول: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وذو الكفل والياس والياس زكريا وسليمان وداود وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. 25 نبي رسول. عدد الأنبياء الحقيقة اختلف فيه، هل هو 400,000، هل هو 600,000، هل هو 125,000، هو أقوال كثيرة لا يعلم عدد هؤلاء الأنبياء إلا الله. ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك إلى آخر. إذن الرسل 25 رسول عظيم عظيم، اختلفت ألسنتهم واختلفت أوقاتهم واختلفت أعمارهم واختلفت لغاتهم. كل نبي فيهم كان عنده لغة غير الثاني تقريبا، لغاتهم مختلفة، أمكنتهم أو أماكنهم مختلفة، أعمارهم مختلفة، أوقاتهم مختلفة، إنما كلهم قالوا حديث واحد، وحد الله. 25 نبي يقولوا حديث واحد كلهم يجمعوا عليه، ده شيء عجيب جدا. 25 نبي كل واحد فيهم بشريعة مختلفة، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه ولكل من جعلنا شرعة ومنها، كل واحد له شريعة. طبعا التوحيد عندهم واحد والعقيدة عندهم واحدة، دي مش عاوزة كلام. إنما لما كلهم يقولوا حديث أخلاقي واحد يتوارثه النبيون من لدن آدم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه خطورة الحديث ده؟ يبقى إيه مكانة الحديث ده؟ يبقى لا شك إن هذا الحديث أعظم ما يبنى عليه كل دين. اسمع وصلى على الحبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وحد الله. تصور لما يكون 25 نبي كل نبي يقول نفس الجملة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أو فافعل ما شئت، أو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناها إيه؟ معناها عاوز تاخد تصريح تعصي ربنا، بيقول للبعيد: نعم، خليك بلا حياء. الحياء إذن الشيء الوحيد أو السد الوحيد الذي يمنع الإنسان من فعل المعصية. ليه؟ لأنه من الممكن أن تنتهي عن المعصية لأنني أراك، ولكن إذا امتنعت عن المعصية لأن الله يراك فأنت من المؤمنين. هذا هو الاختبار. لو انتم فاكرين الحوار اللي قلته قبل كده بين ابراهيم ابن ادهم والراجل اللي جاي عاوز ياخد رخصة معصية، انا هعيده بسرعة. الراجل بيقول لابراهيم: يا ابراهيم، انا احب الله ولكن قلبي معلق بالمعاصي، هل اجد عندك رخصة اعصي الله بها كما اريد من غير ان يعذبني الله؟ الراجل عاوز رخصة للمعصية. قال له: عندي هذه الرخصة. قال له اضمن لي خمسا واعص الله كما تريد. قال له: عني اضمن لك خمس حاجات واشتري دماغي واللي عاوز اعمله واطيح فيها يعني؟ قال له: اه، واعمل اللي انت عاوز وطيح فيها زي ما بيقولوا كده بالعاميه.
قال له عظيم، ما هي هذه الخمسة التي تتحدث عنها؟ قال له أما الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. لا لا، أسكن فين إن شاء الله خير؟ يعني ما أنا في أي حتة هروح فدي بتاعت ربنا. قال له أين أذهب وأينما ذهبت فهي أرض الله. قال له أولا تستحي، شفت الحياة اشتغل أهو، أولا تستحي أن تعصي الله وأنت ضيف على أرضه؟ يعني معقولة تشتمني وأنا أنت بيتي؟ ما أنت مطرح ما تروح أنت في بيت ربنا، في ملك ربنا، في أرض ربنا، هتروح فين؟ على جبل، في جبل ربنا، في كهف أنت في كهف ربنا، في وادي أنت في وادي ربنا، هتروح فين يا حاج؟ هتروح فين يا حضرة؟ هتروح فين؟ قال له صدقت. هات الثانية. قال أما الثانية إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق. قال له لا، دي أعجب من الأولانية، هذه أعجب من الأولى. ومن أين آكل وكل ما في الكون رزق من الله؟ قال أولا تستحي أن تعصي الله وأنت ضيفا على أرضه وتأكل من رزقه؟ يا دي الإحراك، يا دي الكسوف، يا دي الخجب. قال له بلاش الاثنين دول، شوف لي التالتة، خلينا نخلص. قال له أما الثالثة إذا أردت أن تعصي الله فاستتر، استخبى لك في حتة حتى لا يراك الله. يا سلام. قال له أين أستتر وهو يرى ما في نفسي؟ قال له أولا تستحي أن تعصي الله وأنت ضيف على أرضي وتأكل من رزقي ويراك أينما كنت؟ يا دي الإحراك. قال له بلاش التلاتة الغم اللي فاتوا، هات الرابعة. قال أما الرابعة إذا جاءك الموت وأنت على المعصية دي فاطلب من الله أن يؤخر الموت عنك حتى تتوب. قال يا إبراهيم الموت يأتي بغتة ولا يرد. قال أولا تتق الله في موت يأتيك بغتة؟ قال صدقت. هات الخامسة، آخر أمل، آخر حل، آخر طوق. قال أما الخامسة إذا قامت الساعة وجاءتك ثمانية النار يجرونك إلى جهنم فلا تذهب معهم. نعم، حاول كده تمشي أمورك، زوغ، اجري، يعمل أي حاجة. قال له وكيف أعصي ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قال له يا أخي حيرتني معك، إله أنت تأكل من رزقك وتسكن في أرضك ويراك أينما كنت والموت يأتيك بغتة وملائكة العذاب لا ينفعون عنك وتريد بعد ذلك أن تعصيه؟ قال صدقت، أستغفره وأتوب إليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خاطب عقلك، الله ينظر إليك. وكما ورد في الحديث يا عبادي إنكم تستحون من الناظرين إليكم وأنتم تعلمون أني مطلع على أحوالكم فلما تجعلونني أهون الناظرين؟ أنت ليه بتخلي ربنا أهون الناظرين إليك؟ تعرفوا يا جماعة أقول لكم على حاجة، وأنا قاعد جاي وأنا جاي كده في السيارة قعدت أفكر، اكتشفت شيء غريب جدا، اكتشفت شيء من خلال إشارات المرور. الناس دائما بتمشي كيفما اتفق إلا من رحم رب، بحد نفس اللي بتلتزمه قليل، إنما أول ما يعرفوا إن الحتة دي فيها رادار، يا صلاة النبي كلك ناظر. عارف الرادار بيعمل إيه في الناس؟ الرادار يضبط تصرفاتهم، هذا يعتدل في جلسته في القيادة، وهذا ينزل ولده من على رجليه، وذاك يتخلص من المشروب الذي كان يشربه ويقود سيارته، وذاك يربط الحزام، وهذا ينظر إلى الأمام، وذاك يمشي في حارته، وذاك لا يستوي الأخير. لماذا؟ لأن هناك رادار مسلط عليه، فما بالك إذا كان الله لا يغيب عنك لحظة؟ يا أخي هل من المعقول أن يكون الرادار أكثر تخويفا لنا من الله؟ يا جماعة الخير والله شيء محرج. عندما اختير موضوع الحياة علمت أن هذا الأمر هو أخطر الأمور، وأدركت أن اختيار عنصر الحياة، لأن الحياة هو اللبنة الوحيدة التي ينبني عليها الإيمان. اسمع اسمع اسمع، الإيمان، الإسلام عبارة عن إيه؟ الإسلام عبارة عن عمارة مبنية. كم دور يا مولانا؟ 73 دور. العمارة لو عندك عمارة واقف قدام مبنى عمارة كاملة 73 دور، هو ده الإسلام. الإسلام 70 شعبة،
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. شفت زي 73 دور، أعلى دور فيهم لا إله إلا الله، الدور الأرضي فيهم تحت إماطة الأذى من الطريق، الأدوار كلها بقى المروة والعفاف والخلق والشجاعة والإيثار والكرم والحب والنوابر الوالدين وكل بقى اللي انت عاوزه. يوم النبي يسيب ال 73 دور ويمسك في دور واحد بس. ما توحد الله، ما تصلي على الحبيب، مش عجباني، صلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يقول لك الإيمان 70 شعبة والحياة شعبة من الإيمان. والحياء ده كلام مين؟ كلام صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار الحياء بقى؟ يبدع العلماء بقى، العلماء يكتبوا فيها كتب، يقول لك اختار النبي الحياء بين شعب الإيمان لأن الحياء غطاء لما بعده، فإن وجد الحياء وجدت جميع الطاعات، وإن رفع الحياء ذهبت جميع الطاعات. تصور اللي عنده حياء هيستحي انه يكمل شغله وما صلاش، هيستحي انه يبص الواحدة ماشية زي امه ولا اخته ولا بنته، هيستحي انه يفعل معصية ولا يشرب خمر ولا يسب ولا يلعن ولا يشتم ولا يغش ولا يطرق ولا امال. اللي عنده حياء سيراقب نفسه، اللي عنده حياء يطلع على قلبه، اللي عنده حياء حيعالج قلبه من الخلل الذي يصيبه، اللي عنده حياء حيكسب من الاستغفار، اللي عنده حياء هيختش على دمه مش هيعرف ينام، والله العظيم ما هيعرف ينام. انت مش مصدق. طب اسمع، صل على النبي. بيني وبينكم القرآن، لما تلاقي القرآن بيوصف جنبك انه مخاصم السرير، حلها انت، حلها جنبك اللي هو جنبك يمين او شمال، مخاصم السرير، مش طايق السرير، شفت الحياة بيعمل ايه يا مولانا؟ لانه مصلاش العشاء، لانه عاوز يقوم الليل، لانه الفجر جدا، الله اكبر، ده مش عارف ينام، مش عارف ينام ليه؟ اللي ما عندوش حياة قال فهنا وشف، كمل شخيرك، غطي، مفيش مشكلة. إنما اللي عنده حياة ما بيقدرش. فين الآية بتقول كده؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الناس بتوع اللغة العربية اللي معانا بقى وعلمانا فهمينها في شريف علمهم، مين الفاعل؟ تتجافى جنوبهم، الفاعل فين؟ جنوبهم، يعني كأن الفعل نسبه الله إلى الجنب، كأن جنبك مش تبعك، ده جنبك اللي مش طايق السرير، لأنك جبلت جسدك على الحياء من الله جل وعلا. شوف، فإذا وجدت من نفسك عدم قدرة على النوم عند الأذان فهذا دليل على أن الرحمن قد تجلى عليك بآياته ورحمته. غرز الحياء فيك، عندك حياء، عندك دم. تخيل حضرتك، بص اللي عنده دم، يعني اللي عنده حياء، يعني اللي وهقول لك ليه بنقول عليه عنده دم، هعرفك المصطلح ده دلوقتي عشان ده مش مصطلح ما داش اعتباطه، خد بالك. نرجع بس، فاللي عنده دم، اللي عنده حياء، ما يقدرش يبص لواحدة ماشية. طب ونبص، شوف القرآن يقول لك ايه؟ يقول لك لا، انت ما تعملش كده، عينك هي اللي خانتك. وحد الله. في سورة غافر يقول لك ايه؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الاعين. بص قالها ازاي؟ خائنة الأعين، كأن عينك هي اللي خانتك، لكن أنت لا، ما بتبصش، أنت لا تنظر إلى ما حرم الله. فنسب الخيانة لمين؟ لما قبل كده نسب التجافي للفراش لمين؟ للجنوب. دلوقتي بقى بينسب الخائنة للأعين، يعلم خائنة الأعين، وبينسب الكسب للإيد، فبما كسبت أيديه. إيه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى فطرك على الحياء. لأن ربنا فطرك على الحياء كان الخلق المشترك بين كل النبيين هو الحياء.
بص بص لأي نبي هتلقى القصة حياة، قصة آدم كلها حياة. اوعى اديك سامع قصة موسى، لا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، تولى إلى الظل ليه؟ حياة، عنده حياة. طب سألهم ليه؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان. انت مالك؟ خليك في حالك، ده انت خارج مطارد، دول عاوزين يقتلوك، دول بيجروا وراك. انما لا، الحياة ست في وسط الرجالة وبتشتغل وتزاحمهم. ستات ايه اللي حصل؟ ايه يا اخوانا؟ ما تخليك في حالك يا موسى. لا، الحياة حياة مع موسى، حتى لو ذهب الى بلد تانية، حتى لو ذهب الى مدين، ما خطبكما؟ ايه المصيبة دي؟ ايه اللي حصل؟ المؤمن الحر لا يتحمل انهيار الحياة، لا يحتمل اندثار الحياة. ما خطبكما؟ شوف تدخل صريح، كان ممكن يواجه بما يكره، انما شوف المؤمن لا يبالي من اجل نشر الحياة وقيم الحياة. ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، مش فسقى لهما وقف يتكلم ويشغلهم ويلاغي ويعاكس ومعرفش، لا مفيش الكلام ده. ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت كان الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. الجزاء على طول، الحياة لا ياتي الا بخير. اطمئن، والله والله لن تقف موقفا تراعي فيه قيمة الحياء بين يدي الله إلا أبدلك الله خيرا مما أنت فيه، وفرج الله عنك ما أنت فيه، وأجاب دعاءك وحفظ أبناءك وستر عوراتك. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرنا بذلك، كل أمتي معافى. يلا يا عم مبروك يا أمتي. نعم يا رسول الله، كلكم مغفور ليكم بمجرد الاستغفار، إلا ناس معينة أنا آسف مش هقدر أخدمهم، ما أقدرش أقول لك إن ربنا هيغفر لك. مين ده يا رسول الله اللي ربنا قال إلا المجاهرون؟ يا خبر أبيض، تعال لنا يا رسول الله اتفرك، الحقنا يا رسول الله الحقنا اتفرك. إلا المجاهرون، المجاهرة بالمعاصي، المجاهرة دي مصيبة. ما هو اتفاق هذا هو الكارثة. طب اسمع اسمع، في اتنين زانوا، في اتنين زانوا القرآن يتكلم عنهم. يلا يا عم ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. اتنين زانوا القرآن يتكلم عنهم، واحد زنا وربنا دخله الجنة مع الأتقياء، وواحد زنا ربنا نكل به في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، ايه الفرق بينهم؟ صلي على الحبيب. الاولاني اللي ربنا غفر له بيقول لك وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون. بص المتقين بقى ريحتهم حلوه ومنظرهم حلو، ولاد ناس، ناس متربيه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. سلام، يا ربنا اجعلنا منهم. قولوا امين من قلبكم كده. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا رب اجعلنا. بص بعدها راح واخد مين، دخل مين معهم؟ والذين اذا فعلوا فاحشه. يا دين النبي، يا صلاه النبي، والذين اذا ايه فعلوا فاحشه. فاحشه يا اعوذ بالله، ده الاسم حتى وحش تدخلهم. ليه؟ هقول لك ليه. او ظلموا انفسهم ذكروا الله. اذكروا الله. يا سلام، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا خلاص هم فعلوا فاحشه، يبقى دول وقعوا في الزنا واتحطوا مع المتقين. في ناس تانيه بقى هم نفس الفاحشه، انما قال عنهم ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. ده موضوع تاني بقى بتوع العلانيه، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، أي والله العظيم في الدنيا والآخرة. وما تفتيش، ربنا اللي عالم وعارف، والله أعلم وأنتم لا تعلمون، ربنا يعلم. كل تشريع في القرآن لخير الناس ومصلحة الناس. إشاعة الفاحشة غير فعل الفاحشة، فعل الفاحشة قد يغفره الله بالتوبة والاستغفار.
نفسك ستر الله عليك. لكن شفت الأنبياء، موسى عنده حياء. طيب زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، خفية ليه؟ عنده حياء، مكسوف عليه السلام. شوف نسب المشكلة عنده، قال يا رب أنا يكون لي غنى وقد بلغني الكبر، مع أنه ما فيش مشكلة في الكبر، إنما عنده حياء، عنده حياء. ها شوف سيدنا ستنا مريم طلبت الموت حفاظا على الحياة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، عشان الحياة. أنبياء عندهم حياة. سيدك النبي صل عليه، ده أنا عندي آية في سورة التحريم كل ما أقرأها أقعد أعمل بإيدي كده أضرب كف بكف. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به النبي قال لحفصة سر. راحت حفصة أمنا عليها سلام الله، قالت لأمنا الثانية عليها سلام الله ستنا عائشة، قالت لها السر اللي قاله لها النبي. فالنبي قال لحفصة عائشة لحفصة سر، حفصة قالت السر لعائشة. سيدنا جبريل نزل قال له يا رسول الله السر اللي قلته لحفصة قالته لعائشة. فحبيبنا بقى يعمل ايه؟ القرآن بيحكي الآية رقم 3 سورة التحريم، يقول لك وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه، ما قالش اسمها ليه؟ حياء. يا خب ما توحد الله. ما قالش وإذ أصر النبي إلى حفصة حديثا، لا 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 لا، إلى بعض أزواجه. يا خبر يا جدعان، يا جدعان الحياة ده مشكلة كبيرة أوي. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عمل حبيبنا، اقرا القرآن، عرف بعضه وأعرض عنه. يعني ايه الكلمة دي؟ ما قالهاش كل اللي قالته. يا صلاة الله صلوا عليه. حياء انها يعني بأمرت كذا، خلاص مش هقول لك قلت لها ايه. ده عنده ده جبريل قال له عليه السلام كل حاجة، انما الأدب الحياء. ما قالوش ما قالهاش يا اللي عملتي وقلتي بأمرت ما كنت واقفه في المكان الفلاني وكان معاكي كذا، وبأمرت ما قالت لك كذا ورحت رد عليها قايل لها كذا. لا لا، غمض ادب الانبياء. سيدنا عيسى معدي على جنينه، لقى الراجل بيسرق تفاحه من شجره، قال له اتسرق؟ قال له والله لا اسرق. قال له صدق يمينك وكذبت عيني. شكرا، أنا اللي مش شايف يعني. تغافل، خلاص هنعمل إيه؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. أعرض عن بعض دي بس لوحديها تقول لك مين هو النبي عليه الصلاة والسلام. شفت إزاي؟ فلما نبأها بي قال فلما قالت من أنبأك؟ قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظهر عليه، لو أنتوا بقى واقفين منه موقف أقول لكم مين النبي، فإن الله هو مولاه وجبريل. شوف جيش النبي قد إيه بقى، اتفرج اتفرج ومتع نفسك، اتفرج ومتع نفسك. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وحد الله. صلى الله عليك يا سيدنا ربي، دي خناقة ما احناش قدها. الله يغفر لكم ويعفو عنكم. ايه حكايه الحياء؟ اعظم قيمه اخلاقيه اتوجدت، كل شيء ظبط. لو ربيت ابنك على الحياه، طب ليه قلنا حمره الخجل؟ التعريف غريب جدا، اول مره هتسمعوه. بيقول لك الحياء قوه قاهره قابضه تمنع المرء من فعل ما يستحيا منه. يعني اللي عنده حياء عنده قوة قاهرة أقوى منه، بتمنعه إنه يكذب، بتمنعه إنه يسرق، بتمنعه إنه يزني، بتمنعه إنه يبص لواحدة مش كويس إنه ينظر لها. شوف فالقوة قاهرة. طالما الحياء قوة قاهرة يبقى قوة الحياء أقوى منك، ولا أنت اللي أقوى من الحياء؟ هي دي القضية بقى. علشان كده ما ينفعش الحياء مع الله. يبقى صفة الحياء إذا نسبت إلى الله يبقى ليست بمعنى الحياء المعهود ذهنيا، لأنه ليس كمثله شيء. أمال الحياء بتاع الله إيه؟ الحياء حياء الله أي جبر خاطرك،
جبر خاطرك، اللي هو جبر خاطر الله للعبد، جبر الخاطر. إنما الحياء كقوة قاهرة ما تقدرش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي فإيه، أما هو والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى معنى ذلك إن الحياء ده نعمة ربنا متع بها الإنسان، ربنا متع بها الكائن الذي ينتمي إلى الله تبارك وتعالى، حافظوا عليها. أنا عاوز أقول لك بقى عشان أجيبها لك من الآخر، الحياة ده بقى قصة السماوات والأرض. يلا يا عم، والله العظيم زي ما بقول لكم بحلف بالله، قصة السماوات والأرض. ليه؟ أقول لك ليه وركز معايا، هقول لك ليه وركز مع. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طيب اللي مركز يوحد الله، طب السرحان يوحد الله، ما عملناش حاجة، ما فيش فايدة. صلي على النبي. لو في لو اللهم احفظنا، يعني مبنى بينهار، عمارة تنهار، اللهم احفظك، فالصحفي قاعد بيكتب اللي بيحصل قدام منا، هيكتب يقول ايه تفتكر وهو شايف مبنى بينهار؟ هيقول تسقطت الجدران وصرخ الناس وتهشمت السيارات وسالت الدماء، مش كده حاجات بقى تتناسب مع الحدث. انما هيقول ايه؟ وكان هناك كوب من الشاي في الدور الثالث وسقط كل شيء. ايه يا عم الشيخ؟ ده الدنيا بتدردك، انت بتتكلم على دي؟ ايه دي يعني؟ ايه كوب من الشاي وقع من على الكوميدين واللي في الدور السابع ولا ايه يا عم؟ سيبنا في اللي احنا فيه. تمام؟ خلاص فهمت المثل؟ خش معايا على القصه. سيدنا ادم عليه السلام ايه اللي حصل لما اكل من الشجره؟ لا اله الا الله، اكل ده معصيه. المفروض غادرت الملائكه واقتصت الاشجار وضاعت الثمار واسود الجو وضاع الضوء وحاجات بقى لحاجات جلل لم تفيد تغير النعم. ربنا ترك كل ده وراح قايل ايه؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. وحد الله لا اله الا الله. شفت المصيبه فين؟ في ظهور العوره، مش في المعصيه ذاتها، مش في اكله من الشجره، في العوره اللي انكشفت، في السوءه اللي ظهرت، في النظر اللي تلوث برؤيه ما لم يكن مرئيا من قبل. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، العورات، ستر العورات من ستر رب السماوات، كشف العورات من غضب رب الارض والسماوات، موضوع مش بسيط. فلما ذاق الشجرة، مفروض فلما ذاق الشجرة انصرفت الملائكة، نزل الغضب، اسود الجو، انقطعت الثمار، تغيرت النعمة، خرج من لا لا سب كل ده. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. ادي سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، سميت سوءة ليه؟ يا خبر ابيض، عشان بس تعرف بعض الناس وصلوا لايه؟ السوءة دي مقصود بها ايه؟ العور، القبر والدود. طب سميت سوءة ليه؟ فكر. لأنه يسوءك أن تصبر. عرفت؟ لأنه يضايقك إنها تنكشف، تزعل. مش النهارده بقت موضة؟ يا خبر أبيض. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. النهارده بقى تقطيع المناطيل هو الموضة، كشف العورة هو الستايل، هو الروش، هو ابن البلد. دي مصيبة، دي مصيبة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. ليه سميت سوءاتهما يا عم الشيخ؟ لأنه يسوء المرء الحر العاقل أن تظهر هذه العورة. شوف الفرق ما بين الحمار والإنسان. حمار لا يبالي إن عورته تظهر، إنما الإنسان عنده كرامة، عنده حياة، عنده حياة متعنا الله به يا شيخ. السؤال رقم واحد، لماذا خص العورة بالذكر عند المعصية؟
ده سؤال حلو. فلما ضخ الشجرة بدت لهما سوآتهما. يلا اكتب النتائج عندك في مخك، يعني للدلالة على أن كشف العورة علامة على غضب الله. أدي واحد. اتنين، هل كان ظهور العورة مندرج في جدول العقوبات ولا جدول المنح؟ يلا يا عم اديني عقلك بقى. يعني هل هي منحة من الله مكافأة؟ يعني هل هو بيكافئهم ولا بيعاقبهم؟ يبقى رقم اتنين، ظهور العورات عقوبة من رب الأرض والسماوات. خش على السؤال الثالث، سميت سوءة ليه؟ لأنه يسوء المرء أن تظهر. خش على السؤال الرابع، في حد كان يا أخويا قبل آدم؟ مش هو أبو البشرية؟ أمال بدت لهما سوءتهما، يبقى السوءة كانت إيه؟ مستترة، متخطية. مين اللي غطاهم؟ إذن من نزع ستر عورته نزع ما ستره الله به. ما هو آدم رقم واحد، أنا بكلمك عن بشر رقم واحد، وحواء أمنا حواء رقم اثنين. فلما أقول بدت لهما سوءتهما، لا يبقى كده يبقى في حد كساهم حطهم في الجنة وغطاهم حطهم في الجنة. طيب مين اللي عرف المخلوق رقم واحد اللي دي سواه؟ يلا يا عم، رب العالمين. يبقى إذن الله هو الذي علم الإنسان الحياء، هو رقم واحد. لا أبي النبي ولا أبي الأستاذ ولا مين اللي بلغه وعلم آدم الأسماء كلها. كان من تعليم الله لآدم أن يستر عورته وأن يغطي سوءاته. طيب ايه الدليل بقى ان دي قضية القرآن؟ ده سؤال مهم. احنا قلنا ان دي قضية القرآن. الدليل ان قضية القرآن ان ربنا بيقول بعدها مباشرة وطفقا يخصفان عليهما. ايه؟ ليه؟ يبقى ادم عارف انها لازم تستر. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما قالش حاجة تستر غير ايه؟ من ايه؟ اسمع بقى وركز معاه. يبقى ده دليل ان اللي كان ساتر عورته حاجة غير الورق بجنة. ايه هي؟ قد يكون حرير من الجنة، قماش من عند ربنا، هدية من الله سبحانه وتعالى، شيء ما عرفوش. انا لا اتحدث بالغيب، لكن المؤكد عندي ان اللي عمله ادم انه ما لقاش غير ورق الجنة، يبقى كان بديل ورق الجنة هو اللي كان موجود قبل كده. وهذا دليل رقم خمسة على ايه؟ على ان النعم تزول بزوال الحياة. اول ما بيزول الحياة بتترفع النعم. ادي الستر اللي كان عند ادم اللي هو من الجنة ما نعرفوش هو ايه؟ اتشال بالمعصية. يا عم شيخ شفت كام فايدة في كلمة؟ انت خدت بالك من المعنى؟ طيب لسه انت شفت حاجة؟ كمل معايا، اقفز لثلاث ايات بعديها سورة الاعراف. بعد ثلاث ايات وادم اعتذر واستغفر ومعرفش ايه، وربنا قال له يا ادم انزل وبتاع وخلاص ماشي يا فندم. انما فوجئنا ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوءاتكم وريشه. والله العظيم دي الحكايه مهمه بقى. ده الموضوع مش خلق ادم بس، ده موضوع ستر، تغليف ادم، تغليف ادم، مش ستره بس، مش خليله عوره بس. قد انزلنا عليكم، انزلنا دي الستر اللي احنا بنلبسه دوت نازل من عند مين؟ انزلنا، مش عاوز اشرح، لباسا يوري ايه؟ فاسمع وافهم، يوري سبب وريشه. الريش هو الزائد عن الملبس اللي هو التكميل، الشيء الزينة يعني. وبعدين يقول لك ايه؟ ولباس التقوى ذلك خير. شوف ازاي. طيب الايه اللي بعدها يقول ايه؟ ذلك الذين يقول الايه اللي بعدها يا بني ادم. الدرس المستفاد واباه وافهم معايا ايه الدرس المستفاد يا رب من الموضوع. يا اول واحد، اول ما اسالك الدرس المستفاد من الموضوع واحد،
ألا أعصي الله، طيب. اثنين، ألا أفعل النهي. ثلاثة، أن أتجنب الاقتراب من منام. حقيقة تقعد تقول لي 20 حاجة، إنما الحاجة المهمة أنت ما قلتهاش. إيه الحاجة المهمة؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان زي ما عمل مع أبوك. أوعى يتعمل فيك قلة عمل في أبوك. يا ما توحد الله ما. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طب أنتوا مش عارفين لغة القرآن؟ لما القرآن يقول يا أيها الإنسان، ها؟ يا أيها الإنسان، يبقى يقصد مين؟ الناس كلها. ومرة يقول يا أيها الناس، ما القرآن في حاجة اسمها كليات القرآنية، اصحى لي بقى. لما يقول يا أهل الكتاب يبقى يقصد اليهود والنصارى. لو قال يا بني إسرائيل يقصد اليهود. لو قال يا أيها الرسل يقصد الأنبياء. لو قال يا أيها الذين آمنوا يقصد المسلمين بس. لو قال يا عبادي يقصد أعلى درجة من العباد اللي فوق الأنبياء نفسهم، اللي هم الأنبياء اللي تحولوا إلى عباد كمان. شوف بقى أعلى حاجة بقى ممكن تتخيلها، يا عبادي دي لا تأتي إلا بالمغفرة والعفو والرحمة والجود والصفح والإحسان. ده أعلى نداء في القرآن كله، يا عبادي. إنما في نداء مرة يقول يا أيها الإنسان، ومرة يقول يا أيها الناس، ومرة تالتة يقول يا بني آدم. التلاتة زي بعض، التلاتة بشر، مش التلاتة ولاد آدم، مش التلاتة ناس، مش التلاتة إنسان. اشمعنى بقى أنت بيقول يا بني آدم؟ خلينا في شغلنا في دين. قال لك إذا أراد أن يلفت نظرك للدرس الذي حصلت عليه من آدم عليه السلام. فأول ما القرآن يريد أن ينبهك إلى الدرس الذي كان مع أبيك آدم، زي ما تلاقي الشيخ ده حالاتي كده، وخلف واد والواد يكون شاي شوية كده، فالناس مش عارفة تنصحه تقول له إيه. يقول له يا ابن الشيخ، يا ابن الشيخ، بص الكلمة طالعة مجعلاصة كده، تمام؟ كلمة تفوق اللي عنده ضمير وعقل. يا خبر، يا ولذلك لما جايين يأنبوا مريم، يا أخت هارون، بص بيفكروها بمين؟ ما كان أبوك امرأة سوء. فهمت قصدي؟ فهنا بيقول يا بني آدم، كل ما القرآن يقول يا بني آدم فلا بد أن تلحظ فعلا فعله أبوك آدم، نبهه القرآن عليه ودربه القرآن به. فبيقول يا بني آدم، ده في الأول هو قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ولباس التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما أخرج أبويكم من الجنة، حلو أوي. أنتوا حضراتكم قريتوا القرآن مليون مرة. الشيطان كان عاوز يخرج آدم ليه من الجنة؟ حلو السؤال ده. حقدا علي، موافق. حسدا له، همشيها لك. ليه كان الشيطان هيتجنن ويخرج آدم من الجنة؟ هي دي قضية الشيطان. الشيطان مش قضيته ان انت ساكن في الجنة، الشيطان قضيته انك لابس. وحد الله. انت فهمت ولا لا؟ ماليش دعوة بقى، انا بشرح لك بيني وبينك القرآن، بيني وما تغلبونيش، بيني وبينكم القرآن. وحد الله. القرآن الشيطان طلعت مشكلته انك لابس لبس بيستر عورتك، هو ده اللي كان مجننه. فعشان كده يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. ينزعون، ما تقولش ينزع، ينزع بكثر الزاي، ينزع عنهما لباسهما لم التعليل بقى، اصحاني بقى، ليريهما سوآتهما. يبقى كل مهمة الشيطان، مش عاوز أكتر من كده، إنك تتجرأ على العورات، إن تبقى البنت تمشي بالمايوه قدام الناس تكتيز، مفيش اي مشكلة، وده عادي. واللي يعترض يبقى متخلف وعبيط، واللي يعترض على اللبس المحزة ولا ده يبقى راجل متخلف ولازم يتحط في مستشفى امراض عقلية. هي دي القصة كلها، واعوان الشيطان بيأكدوا ده. فقال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم. ما عندوش شغلانة غير دي، هو قبيله من حيث لا يرونه. إن جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أنت حر. طب الآيتين
لان الايه بتاع خروج ادم كم ايه؟ ثلاثة. اجري ونط ثلاث ايات هتفاجئ تاني القران يروح راجع للموضوع تاني. يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وحد الله. فهمتم؟ عرفتم القصة؟ عرفتم المعركة ايه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الى اخر الله. طيب ياه كانت معركة جامدة قوي، وعرفنا ان المعركة سببها هو نزع الحياة او اثبات الحياة، هي دي معركة ابليس. وخلصنا وخلاص وعليك السلام يا سيدنا ادم. بنبص سورة المائدة مع اول فصيل بقى من البشر هابيل وقابيل. وحد الله. انتوا واخدين على ان الموضوع هابيل وقابيل ده حادثة ايه؟ قتل. واحد قتل واحد وندم. الا حضرتك غلطان. القصة مش قصة واحد قتل واحد يا حضرة الشيخ. القصة اكبر من هذا بكثير. ليه؟ اقرا الآية سورة المائدة الآيات. واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا. وانت عارف القصة. القصة عاوزة الشرح كده بتأني بس مش وقته. أنا يهمني الشاهد الأخير في الآية. آخر لقطة. آخر لقطة. لماذا بعث الله المعلم الأول لآدم لابن آدم لابن آدم؟ فبعث الله غرابا عشان يعلمه إزاي يدفن أخوه، مش كده؟ غلط. غلط. اسحب. اسحب. ده الموضوع أعمق من هذا بكثير. يقول لك فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وحد الله قل لا إله إلا الله. ده طلع إن الغراب ما كانش جاي يعلمنا الدفن زي ما علمونا في المدارس زمان. ده طلع الموضوع كان كده. طلع الموضوع يعلمك إزاي تستر عورتك وتستر العورة ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لذلك كانت آخر لقطة في حياة هذا الرجل هو قاعد يعيط ندمان على ايه؟ على انه قتل اخوه. ابدا. زعلان على انه نسي يستر عورة اخوه. يا الله. والله العظيم ايات مؤثرة لدرجة لا يتخيل عقل. لو حكيتها محتاج ساعات. فيروح قايله ايه؟ فلما فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوري سواء دخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فإيه؟ فأواري. شفت القصة؟ يعني طلعت إن قصة هابيل وقابيل مش قصة أكل، دي قصة عورة انكشفت وأراد الله لها أن تستر. اللهم استر عورتنا. اللهم استر عورتنا. اللهم استر عورتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. احفظ بلادنا. احفظ بلادنا. واحفظ رئيس جمهوريتنا. اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا. اللهم احفظ جيشنا وشرطتنا وشعبنا وأبناءنا. وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا. واختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اجعل لنا من كل جزء من القرآن جزاء ومن كل سورة سورة تباعد به بيننا وبين النار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام أهل الحياء رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن أهمية الحياء في حياتنا وكيف أن الحياء هو أكبر شعب الإيمان. ثم تحدث فضيلته عن معاني الحياء في كتاب الله عز وجل من خلال الأمثلة والقصص الكريم.
ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك ضمن الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا هو اليوم الأول من هذا الأسبوع في رحاب مسجد السلام بالوراق بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة، نصل الآن إلى مسك الختام، إلى الدعاء والابتهال. نستمع الآن إلى هذا الدعاء وهذا الابتهال من فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليفة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان على حبيب
الأمن وتنشر السلام وتنشر الوئام وتنشر الحب والمحبة بين أفراد المجتمع، وتأخذ بأيدي هذا المجتمع نحو التقدم والازدهار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. ربنا ربنا لا تخيب فيك رجاءنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. وسائر بلاد المسلمين، بل وسائر بلاد العالمين. أيها الأحبة، كان معنا قارئا اليوم فضيلة القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليفة، وكان معنا من السادة العلماء الأجلاء الأفاضل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الخالق عطيفي وكيل مديرية أوقاف الجيزة. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.